فالقضية قضية خطيرة، مصاحبة الأشرار في غاية الخطورة. إن ثم الأخذ عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، انتبه. أما علماء الفضائيات كما نبه أخي وفقه الله، علماء الإنترنت الذين تؤخذ عنهم العلوم المغلوطة في المنهج في محاربة المنهج الحق، فهذا أمر في غاية الخطورة، انتبه. فاختر لنفسك في الحياة قرينها، إن القرين بالمقارن يقتدي، تنبه لذلك. وأنت لا تقول والله أنا أولادي يعني كما قال أحد الوعاظ الذين لا يعرفون المنهج الحق، يقول ليس لك أن تفتش يعني جوال بناتك وأبنائك وزوجاتك وكذا، لأن الأمر هذا لأن هذه خصوصيات، فلا يجوز لك أن تتدخل في هذه الخصوصيات. هذا مبدأ مرفوض، مبدأ مرفوض. نعم الأصل السلامة، لكن إذا شككت أو تطرق إليك شك فينبغي أن تراقب تلك التليفونات. والله يا إخوة عندي قضايا تأتيني في كل يوم في الإفتاء يندى لها الجبين بسبب الأخلاء والخليلات. كم من بيت خربوه، وكم من أسرة هدموها، وكم من أسرة تفرقت بسبب الخليلات والخليلين. صاحب امرأة والله وحدة إحداهن جاءت عندي، لا أستطيع أن أقول الكلام الذي قالت تجاه الرجال لأن فيه سفاهة، فيعني لكنها تريد الالتحاق بالنسويات، تقول هذا حابسني بين أربع جدران وما يخليني أروح، ما يجعلني أذهب إلى الكافيهات، وما يجعلني أروح مع صديقاتي، وما يجعلني. في النهاية طلبت الطلاق، قلت والله أمامكم المحكمة، ليس لكم عندي حل. لما أصرت طبعا على رأيها نصحتها وعظتها يوم يومين ثلاثة ودون جدوى، وأصرت على طلب الطلاق. السبب لما لا يتركني أذهب إلى مع النسويات، لما لا يتركني أذهب مع صاحبات الكافيهات، لما لا يتركني أذهب يمينا وشمالا. إذن وهو طالب علم، وهي كانت طالبة علم يوم من الأيام. فإذن علينا أن نتنبه وأن نحذر، فالمرء مع من أحب، والمرء على دين خليله. فانظر لنفسك من تخالل يا عبد الله.